الذي لا يعلم إذا يأخذ محمل الجد أي قانون ولا أي شريعة، فقط الشريعة التي يعرفها ويعترف بها هي شريعة القتل والدمار والتدمير، شريعة الغاب كما مارسها على شعبنا العربي الفلسطيني منذ بدايات القرن الماضي. شعبنا العربي الصامد في فلسطين له كل التحية والتقدير، ولأبطاله المدربين في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة حاسمة مع هذا العدو بأمعائهم الخاوية. لكن حكامنا العرب وحكوماتنا العربية في سبات عميق لا تعرف ولا تعترف بهذا الإضراب. وللأسف هؤلاء المضربون عن الطعام هم الذين يعبرون عن أمتنا وعن وحدتنا وعن حقنا التاريخي في فلسطين. أما الذين وقعوا اتفاقيات ما يسمى اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني فلا يمثلون شعبنا ولا يمثلون أمتنا. إننا في نقابات مهنية وفي الشعب مع الشعب الأردني قاطبة نقف وقفة شعب واحد مع المضربين مع أسرانا الأبطال في كل مكان، وسنجعل كل إمكانيات شعبنا ونقاباتنا المهنية تحت تصرفهم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مرحبا بهذا الجمع الطيب الذي جاء اليوم ليقف مع بناتنا وأعراضنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا وأسرانا والمضربين في سجون الاحتلال. نسجيها تحية من مجمع النقابات العصي على التطبيع والتطوير، رسالة إلى العالم المجنون أن الشرعية الدولية قد فقدت شرعيتها، وأن لا قانون دولي ولا شرعية دولية ولا جامعة الدول العربية ولا منظمة التعاون الإسلامي. فالعالم يصمت عما يرتكب بحق أهلنا ونسائنا وأولادنا. ما بتخافوا الله يا حكام العرب يا حكام المسلمين؟ خافوا الله. 1600 أسير مضرب، أكثر من 55 فتاة في سجون الاحتلال، ويتعرضون للموت والقتل والانعزال والتشريد والتطهير وأنتم تصمتون. مجلس الأمن هذا إخلال بميثاق الأمم المتحدة، إخلال بالسلم والأمن العالميين، يوجب إلى التحويل إلى محكمة الجنايات الدولية. فماذا فعلت يا مجلس الأمن بقرار الإحالة؟ ماذا فعل المتحدة العام للمحكمة الجنائية الدولية والمجازر ترتكب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ترتكب من العدو الصهيوني؟ أين وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة؟ التهت بالترويج للملاهي، والتهت بالبعد عن الوقوف مع القضية الفلسطينية. هل سمعتم نظام عربي تحدث في الأمم المتحدة واعتبر القضية الفلسطينية أولى أولوياته؟ هل تعلمون أن بعض الدول العربية قد اعتبرت ووافقت وأيدت أن يكون العدو الصهيوني يكافح الإرهاب عضو في مكافحة الإرهاب وهو راعي الإرهاب؟ هل وصل الهوان والذل بالأمة؟ أين البرلمانات العربية؟ أنا لم أسمع من برلمان الأردني موقف، أنا لم أسمع من البرلمانات العربية موقف. لماذا لم يدعى أو يطلب من البرلمان الأردني دعوة البرلمانات العربية لعقد جلسة استثنائية طارئة؟ لماذا النقابات في الوطن العربي لا تتقدم بطلب لاتحاد المحامين العرب لعقد جلسة استثنائية كما انحياز للأنظمة؟ نحن الانحاز للشعوب، عقد
اتحاد المحامين العرب علي أن يعقد اجتماع طارئ لبحث هذا الموضوع والتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومخاطبة البرلمانات الأوروبية. يجوز البرلمانات الأوروبية والعالم الأوروبي أكثر حرقة على الشعب الفلسطيني. يعني بالله عليكم البرلمان التشيلي يتوقف دقيقة ليقوم مع الشعب الفلسطيني. ملك السويد وملكة السويد يلبسون الكوفية الفلسطينية تعمل للشعب الفلسطيني. استراليا ترفض اعتماد السفير الذي جاء من المستعمرات الصهيونية. ونحن نستقبل وكيل التجسس الاستخباري والأمني في أردن لنا. ونمد يدنا لمصافحته. وهناك تنسيق أمني بين من وقع الاتفاقيات أوسلو وكامب ديفيد وادي عربة. نقوم بالتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني الذي اخترق الساحة الأردنية عام 97. كما تذكرون في قضية الأخ خالد مشعل. واللي وقتها قال الملك حسين رحمة الله عليه حياة خالد مشعل في كفة واتفاقية وادي عربة كفة. ألم يعد الوقت أن نقول بموجب الشرعية الدستورية لنا والشرعية الدينية والشرعية القانونية وحقوق مع شعبنا أن الإضراب بكفة ووجود السفير الكيان الصهيوني في كفة آن الأوان أن يكون الإحرار والأحزاب السياسية في وطني موقف. لماذا لا تتحول الجهود يوم الجمعة القادم لكل الأحزاب والنقابات المهنية أن تتحرك لإنقاذ نقف مع هذه القضايا؟ لماذا لا نعلن إرسال مئات الملايين من البرقيات إلى الأمن إلى محكمة أمن الدولة وإلى مجلس الأمن لنعلن وقوفنا لا تضامننا مع شعبنا القطر؟ مروان البلقوطي وجه رسالة حزينة للأمة العربية والإسلامية. أحمد سعدات نواب موجودين وتركوا النواب وتركوا القيادات. طيب الله لا يبارك لكم نساءكم وبناتكم وأهلاتكم تستصرخ ضميركم أين أنتم اليوم؟ هل نصبر على أبنائنا وبناتنا حتى يموتوا؟ هل نصبر على الاحتلال الذي ترامب وعلاء الدين زيادة ترامب إلى فلسطين المحتلة الذي سوف يعلن موقفه بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ خسرت يا ترامب وخسرت الإدارة الأمريكية وخسر الكونغرس الأمريكي الذي سوف يجيز ذلك. نقول أن هناك شعب رجال ونساء ومقاومة باسلة يقودها المضربين في معركة البطون. علماء الخاوية سيأتون. هذه رسالة الإضراب، رسالة لترامب أنك إذا جئت إلى فلسطين المحتلة لن تجد إلا البطولة والتضحية والفداء من الشعب الفلسطيني البطل الذي سطر ملحمة البطولة والفداء مع شعبنا. يا شعبنا الفلسطيني مزيد أيها المقاومة في فلسطين مزيدا من المقاومة، مزيدا من الاستشهاديين، مزيدا من المعارك، مزيدا من الجهد نقدمه. كفى يا حكومات بلدي الضغط الأمني والإحالة إلى محاكمنا بالدولة وزكية الشعوب بقوانينكم وتشريعاتكم والقوانين الاستثنائية وأبحتم حتى سيحرم الشعب الأردني. عليكم الله يعطيكم العافية. أنا أعتقد أنه أقل شيء ممكن نقدمه للأسرة هو هذه الوقفة، لكن إحنا بحاجة إلى مزيد من التحشيد. هؤلاء الأسرة هم عقدة إسرائيل. هذا الكيان لا يعاني من الضغط الخارجي، لا يعاني من الوقفات الخارجية خارج حدوده. هذا الكيان مشكلته ومعضلته هم أبناء على أرض فلسطين، هم الذي يؤرقون هذا الكيان بوجودهم وسمومهم. فعلينا أن ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة، وهذا التحشيد يجب أن يكون أكبر من ذلك. وعلينا أن نطالب بمسيرات، علينا أن نطالب بوقفات، علينا أن
نطالب بضغوط على الإعلام الداخلي والخارجي، علينا أن نطالب بضغوط على الدولة الأردنية والتي تجدها سباقة في التطبيع وسباقة في توقيع اتفاقيات مع العدو. هذا العدو الذي نوقع معه لاستيراد غاز سلب من أهلنا في فلسطين، نجد دولتنا ترمي عرض الحائط المطالب الشعبية، ونجد بالأخير أن أسرانا ينظرون إلى الشعب الأردني، أين أنتم؟ ليس من قضية الأسرة، أين أنتم من قضية غاز العدو؟ علينا أن نحشد ونضغط على الدولة الأردنية، كفانا مزيدا من الهوان، كفانا مزيدا من التطبيع. هذه الاتفاقية اتفاقية وادي عربة، والتي وللأسف نجد هنالك نواب تحت قبة البرلمان يطالبون بطرد السفير الإيراني، ولا نجدهم يطالبون بطرد السفير الكيان الصهيوني. هذا هو الخذلان بعينه. نريد تحشيد قوي، نريد تحشيد، هذا مش حكي فاضي. طالب بطرد طرد السفير الكيان الصهيوني، لا السفير الإيراني. هذا هو الموقف الذي نطالب به، هذا الموقف الذي نريده، هذا الموقف المشرف، هذه هي الموقف مع الأسرة. وشكرا. كل الشكر والاحترام لجميع الأخوة الحضور، ونعتذر من جميع الزملاء، لأن الله الرحمن الرحيم، من طالب بطرد السفير الإيراني من الأردن بسبب إهانة الأردن والنظام الدولة الأردنية واعتداء على السيادة الأردنية وعلى السياسة الأردنية في الوقت الذي أعلن الملك فيها أن بعد القوات الفيلق الإيراني تبعد عن الحدود الأردنية مسافة كيلوات، وبالتالي تأيدنا يحتج ذلك. قلت أنني أطالب الحكومة بطرد السفير الإيراني، وفي نفس الوقت هو الذي يقوم بتأييد وقتل الشعب السوري ويتدخل في سياسة الدول في العراق وسوريا وفي لبنان وفي اليمن في كل وطن العربي، ومن مسعى احتلال الأردن وإثارة القلاقل والفتن داخل الأردن. لكنني لم أقفل عبر تاريخي النقابي والبرلماني من المطالبة بطرد السفير وأغلاق السفارة، واعتبره وكر تجسس استخباري وأمني. أستغرب أن من نطق بطرد السفير الإيراني هو أنا، ومن كان يطالب ولا زال يطالب وبصوت عال لا يهاب طرد، مش طرد، إغلاق السفارة العدو الصهيوني كوكر تجسس ودعوة سفيرنا، لأن هذا يتعارض مع السيادة الأردنية والدور الأردني ومع الدستور الأردني والشرعية الدولية، التي نعتبر العدو الصهيوني عدوا لنا، ولا يمكن أن نطالب جهة وأترك جهة أخرى، وينم عن عدم معرفة بما تم وجرى في هذا الخصوص. سنبقى نطالب ووقوفنا مع شعبنا وأهلنا في فلسطين، لأن وجود الوكر التجسس الاستخباري والأمني على الساحة الأردنية يضر بالأردن، يضر بالمصالح الأردنية على حد سواء. ضروري يعني البرلمان الأردني من واجبه أن يتصل مع البرلمانات العربية، لا بل عليه أن يتصل بالبرلمانات الدول الأوروبية لعقد جلسة طارئة استثنائية للوقوف مع شعبنا، حتى يشعر الشعب وكذلك كل النقابات والأحزاب. والشعب الأردني عليه أن يرسل برقيات الآن ويضع مواقع على الإلكترون للوقوف والتضامن مع شعبنا وأهلنا في فلسطين، وأن يرسل مئات البرقيات إلى محكمة أمن الدولة وإلى المدعي العام وإلى المجلس الأمن. نشعر أن العالم العربي والإسلامي كله، أنا أدعو العالم العربي والإسلامي أن ينطلق يوم الجمعة بمسيرات واعتصامات في كل أرجاء الوطن العربي. سيدي، هذه الوقفة يعني أنا باعتقادي أنها لا تكفي من أجل دعم أسرائنا. دعم الأسرى لدى الكيان الصهيوني ليس بحاجة فقط إلى وقفة مرة في الأسبوع نحشد عدد للأسف لا يتجاوز 200 إلى 300 شخص. هؤلاء الأسرى بحاجة إلى وقفة جماهيرية شعبية تضع لهذا الكيان الصهيوني الحد. نحن وقعنا اتفاقية وادي عربة مع هذا الكيان، لكن عليه بالتالي أن يحترم هؤلاء الأسرى والذين قدموا التضحية، والآن للأسف
يعني قضية تجويع أنفسهم لا تجد هذا الصدى القوي، وحتى في الشارع الأردني أنا باعتقادي بأننا ما زلنا مقصرين مع هؤلاء الأسرى، ما زلنا مقصرين مع الموقف العربي الشعبي. الشعوب نعم تقمعها الأنظمة، لكن هذا لا يعني أن تكون هذه الشعوب ضعيفة حتى في وقفة سلمية لا تجد تحشيد للأسف لا يتجاوز 200 و300 شخص. أسرانا أنتم من يضع الحد لمزيد من تغول الكيان الصهيوني على العرب والمسلمين، أنتم من نرفع رؤوسنا بهم، وللأسف نحن خذلناكم. أنا أعتقد بأن التصعيد يعني هو أمر لا ليس بإمكاننا أن نعول عليه. للأسف شعوبنا العربية أضعف من أن تلجأ إلى أي أسلوب أو أي وسيلة للضغط على الحكومات لكي يكون هنالك موقف دولي. جامعة الدول العربية شفنا موقفها بالقمة العربية، قمة عمان، للأسف هنالك هو وفجوة كبيرة ما بين صناع القرار وما بين شعوبهم العربية. الله يعافيك. الحقيقة يعني تأتي هذه الوقفة التضامنية مع أسرانا، مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعبيرا عن رأينا وموقفنا الثابت اتجاه أبطالنا في فلسطين الحبيبة، يعني استنكارنا وشجبنا للإجرام الصهيوني والاعتداءات المتكررة على الأسرى والمعتقلين. وهي وقفة تضامنية كما هو حال الشعب الأردني دائما، والدولة الأردنية تقف بجانب فلسطين، فلسطين التوأم، فلسطين الشقيقة، فلسطين الحبيبة. دائما الشعب الأردني يقف اتجاه فلسطين وأسراها وشعبها. اليوم عبرنا عن موقفنا الرافض، طالبنا المنظمات الدولية لاحترام حقوق الإنسان في إنقاذ هؤلاء الأسرى أبطال الملح والماء، هؤلاء الذين يعني يعانون ما يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهذا موقف دائم وثابت للشعب الأردني والدولة الأردنية اتجاه فلسطين منذ الأزل، منذ نشوب الاحتلال الإسرائيلي. الحكومة الأردنية أعتقد أن آن الأوان أن تتحرك جادة في اتجاه هذا الموقف، وأن يكون هنالك موقف واضح وضاغط على الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاتجاه. ضم للأنباء قمر الحقيقة.